نحن منذ البداية أعلنا في تأجيل التظاهرات ومن أجل فرز الخيط الأبيض بالخيط الأسود وإفراز منتسين الأحزاب الذين يحاولون تشويه صورة التظاهرات، لكننا اليوم نعود للاستمرار في المطالبة بحقوقنا المشروعة، المطالبة بها بشكل سلمي كما كنا أبدا. أما السيد العبادي فدائما تحركاته متأخرة جدا، فزيارته اليوم للبصرة وكأنه نسى البصرة مدة شهرين والآن تذكرها، وكما أخطأ في زيارته الأولى عندما اجتمع بقيادة العمليات وترك وأهمل المتظاهرين ومطالب البصرة، الآن يرتكب نفس الخطأ عندما يجتمع بقيادة العمليات وشيوخ العشائر ويهمل هؤلاء الشباب الذين منذ شهرين يلزمون ساحات التظاهر سلميا للمطالبة بحقوق البصرة، كما أن إبقائه على قائد العمليات الذي بحد ذاته يشكل استفزازا كبيرا لأهالي الشهداء ولأهالي البصرة هو خطأ كبير لا يعبر عن حكمة سياسية. المظاهرات لحد الآن لم تحقق مطالبها، لحد الآن مستهينين بالمطالب المتظاهرين ومستهينين بالشعب البصري أصلا. هاي التصريحات والزيارات وزيارة العبادي غير مرحب بها، زيارة متأخرة وزيارة غير مرحب بها من الشعب البصري. العبادي لو كان صادق ويا أهل البصرة منها كمن بغداد يعطي التعليمات وتنفذ هنا، يعلن البصرة بصرة مدينة منكوبة. البصرة حقيقة مدينة منكوبة، ما أحد يرضى يصدق من المسؤولين ولا أحد يرضى يصدق من الحكومة المركزية. البصرة رجالها بطالة، خدمات ما بيها، ما هم مالح، ما يصلح حتى للحيوان، حتى للزرع ما جاي نستخدمه. البصرة ما بيها فتشي يدل على وجود حياة، ما بيها فتشي يدل على وجود حياة. البصرة مدينة مال عصابات، مال أحزاب مسيطرة ومهيمنة، مدينة يستغلونها أصحاب الرجال المسلحة والمدججة بالعتاد. الفقير ما له دور بالبصرة. نستمر بالمظاهرات، نستمر بالمظاهرات حتى تحقيق آخر مطلب لها للبصرة. ما نسكت ولا يوم من الأيام نسكت، ويجعزون وإحنا ما نسكت. نحييكم ونحيي قناتكم الموقرة على تغطيتها للأمام المظاهرة. بالنسبة لمظاهرتنا اليوم خرجنا بها إكراما ووفاء لدمع شهداء البصرة، شهداء الانتفاضة، شهداء الثورة، شهداء اللي ما قدموا أبسط شيء اللي هو قدموه روحهم. خرجنا اليوم مطالبة بجميع الحقوق، لا ماء ولا كهرباء ولا أي شيء، خرجنا على جميع حقوقنا الكل. وبالنسبة لزيارة حيدر العبادي البصرة، كلمة واحدة، من لم يرحب به المرجعية لا يرحب به شعب البصرة. خرجنا وفاء لمرجعيتنا الرشيدة، وفاء لدماء شهدائنا، وفاء لكل بصري طالب بحقوقه. هذا اليوم هو يوم المتظاهرين. إن شاء الله متظاهرتنا سلمية ومستمرة لحين تنفيذ المطالب، لحين تنفيذ المطالب. هذه فقرة مهمة، لحين تنفيذ المطالب جميعا. أول شيء طلعنا اليوم عدم وجود الشهداء البصرة، طالعين لأن كتلوهم أحزاب مو جيش، وهاي فما إحنا جايين اليوم، إحنا بس نجي نراويهم شهداء ما ننساهم. إحنا هذول ظلوا بقلبنا حسرة، ظلوا هذول راحوا مغدورين، يعني طلعوا على مود ماي وكهرباء ينكتل. يعني أنتوا تبقون 15 سنة جاي تبقون 15 سنة 5 دقائق ما قدرتوا على مظاهر يطلع مسلمين وتحرقون الدوائر وتذبوها براس المتظاهرين. هذا العباد ما جاي، بس ما جاي للبصرة، أهل البصرة كلها ما تريده. يعني عوف الولاية، يعني عندك كرامة وعندك ذرية، أطلع عوفها عوف شن الدزك فوجين من بغداد، هذا من ناكد يالا وهاي، والله بيناكش يسبون على أهل البصرة. أهل البصرة يسبون من أهل الشهداء، أهل الشهداء بالحشد. وهنا نستمر احنا مظاهرتنا منا ما ينفذ، ماكو عطالة بطالة، الشعب كله قاعد، وين يروح؟ وين يعني يطلع برا البلد؟ ما حد يريده، يا وليده بعد العراقي كله ما حد يعترف بجسيته، بجوازه ما يعترفون. يم تنظر احنا على هاي الحالة؟ يعني الدولة ما بي فلوس ولا فطه تبقونه، احنا عايشين بالذهب واحنا هنا زباله. احنا يعني هيجي
هذا باقي إن شاء الله ما يموت يظل بكل ضمائرنا وبإذن الله. You know.
الحكي. تنسيقيات البصرة وعندما حدث العنف ودخل الجهات سياسية وهي معروفة جهات حزبية تريد تصفية حسابات في البصرة، واستغلوا الوضع الجماهير الغاضب، وبعدما أعلننا وحذرنا بأن أحذروا البصرة، أحذروا غضب البصرة، لم تستجيب الحكومة إلى استجابة الجماهير، والجماهير خرجت غاضبة ولكن ليس للعنف، غاضبة لمطالبة بحقوقها، ولكن استغلتها جهات سياسية وحصل ما حصل وحرق ما حرق. وبعدها أعلننا التهدئة وأعلننا الانسحاب لمدة يومين. الآن انتهى اليومين، وأعتقد كان هذا اليومين كافية للقوات الأمنية أن يستتب الأمن في البصرة، وقد استتب الأمن في البصرة، وهي البصرة تعيش حياة رغيدة ولا لأي من مظاهر العنف أو التطرف. البصرة آمنة وستبقى آمنة، بشعبها وجماهيرها تبقى آمنة. أما زيارة
زيارة العبادي إلى البصرة فهي زيارة غير مرحب بها، هذا ما سمعته من الجماهير هذه الحاشدة الغاضبة من جديد، زيارة العبادي زيارة غير مرغوب بها في البصرة. ستستمر التظاهرات لنيل آخر المطاف، هذه الجولة الأولى هي لتعديل الخدمات في البصرة، الجولة الثانية سنطالب بمحاسبة كل المفسدين الذين أفسدوا في العراق من مدير عام إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء عليه الاستقالة لأنه مطلب المرجعية أو قرارها ثابت بأن لا ولاية ثانية للعبادي، ولاية مرفوضة. أيها الطغاة يقتلون شعبا في المظاهرات، حار عليكم الشعب في المظاهرات، حار شعبا في المظاهرات، حار عليكم الشعب في المظاهرات. هو زيارة العبادي المتأخرة جدا يعني، وجاء أكثر من مرة للبصرة وما التقى بالجماهير، هو نفسه المشادات بينه، واحد يخون الثاني، هو مجلس محافظة، هم الطرفين فاسدين، فهم يلتقون بيناتهم ويطلعون بيناتهم يعني، يوزعون الكعكة حسب ما قالت حنان الفتلاوي بيناتهم يعني، حتى هسه يردون يتوفون مطالب المتظاهرين. هاي وعدة. بالنسبة للبرلمانيين يعني ما احنا ما نتامل كل خير من حيدر العبادي، بقى البرلمانيين البصريين نقول لهم شوفوا هاي الجماهير اليوم حضرت وحضروا يوم الشهيد، يوم شهيد التظاهرات، وانتم حضرتوا بالبرلمان حتى ما قراتوا سوره الفاتحه على شهداء البصره. يا برلماني البصره، شو قراءة سوره الفاتحه على شهداء البصره ما قراتوها مع الاسف. شو رايكم زياره العبادي اليوم؟ زياره العبادي لو ما جاي افضل يعني، هو ما مرحب بي وهو عدو البصره، وارد اقول له لا تتوقع هاي جماهير البصره راح تسكت وانت تسوف طلباتهم. طلباتهم اذا ما تجي تشكل لجنه حكوميه ولجنه محليه ويقعدون ويا المتظاهرين ويحددون المطالب ويصير توقيع عليها وفتره زمنيه يا العبادي لا تتصور، هاي الجماهير راح تسكت. نريد لجنه من الحكومه الاتحاديه ولجنه من محافظه البصره وتقعد ويا قاده التظاهرات، وذاك الوقت من يصير توقيع وفتره زمنيه وفترات محدده وزمنيه، ذاك الوقت يلا هاي الجماهير تنتظر، مو راح تنسحب، لا تبقى تنتظر. والله هي المظاهرات باقيه، المظاهرات حيه وما تموت، ما دام دم هاي الشهداء موجوده ان شاء الله المظاهرات ما توقف ولا تكل ولا تمل، لان هاي الناس طلعت من اجل حق، ما طلعت متعافيه الناس هاي الموجوده. ورساله اوجهها للعبادي، يا العبادي لو تستحي شويه، لو عندك ذره مستحى، هاي العالم صار لها اشهر هنا واقفه ما سالت عليها، من حمة الحديدة ونطت هاي الشهداء، نطت هاي الشهداء وهاي الدماء، هاي شوفوها كلها شباب صغار، شباب أطفال يعني، أكو بيهم حتى أطفال ما بالغ سن الرشد، نطت على موت تصلح أوضاع هاي الشباب وهاي البلد، بس أنت العبادي ما تستحي. كثير ما شككوا بعدم انطلاق الاحتجاج مره ثانيه وقت الحركه الاحتجاجيه بالبصره، لكن اليوم شباب البصره رساله اعتقد رسالتهم واضحه انه استمرارهم في الحركه الاحتجاجيه وفاق دماء شهدائهم، بما انه اما بالنسبه لزياره العبادي الى مدينه البصره فهو مرفوض تماما مدينه البصره، هو المسؤول عن الدماء اللي صدت بالبصره، هو المسؤول عن الشهداء اللي راحوا، هو المسؤول عن الواقع اللي وصل بالبصره اللي هنا اليوم هذا، فحيدر العبادي مرفوض تماما بالبصره، واي زياره او اي ترحيب ما له بالبصره. اما رسالتنا اللي قالوا انه تظاهراتكم ماتت، تظاهراتكم انقطعت، تظاهراتكم بعد ما لها عوده، عودتنا اليوم ورسالتنا اليوم واضحه، وشاهد الكثير انه اليوم شباب البصره وعيهم وثقافتهم حبهم لمدينتهم، والدليل انه قطعوا عن التظاهر يومين بسبب دخول المندسين، ووفروا فرصه للقوات الامنيه انه تحارب المندسين والسيطرة على الوضع الامني بالبصره، وبعد ما عاد الوضع الامني بالبصره واليوم استقرت البصره امنيا عاد المتظاهرين،
واليوم وقفتهم باكر وعقبه، والى ان تحقيق مطالبهم ما راح يتنازلون عن قضيتهم. البصرة مو شي هين ولا محافظة عادية، البصرة هي 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 خبزة العراق، هي أم الخير، لأن هم منين يجيبون النفط؟ من البصرة، يعني بس البصرة تصدر 3.5 ملايين برميل بس من البصرة، اعتبرتها بالشهر ايش قد؟ 3 مليار دولار، مدري 4 مليار دولار، احنا ايش حصلنا؟ لا ماء، لا كهرباء، جو متلوث، مياه مسممة، أكو فت فقرة، المياه المالحة مات البحر مو مسممة، إحنا هسه إحنا أهل بصرة وإحنا أهل البحر، اللي يسبح بماء البحر شكو عدة أمراض جلدية أو بالعين يطيب، هذا الماء منين؟ أول شيء من المياه المالحة هاي وحدة، اثنين من مياه من إيران، مياه غسل الأراضي بها املاح وبها كيمياويات وبها اشكال الوان دبوها علينا من جهه السيبه، او مياه مجاري ومياه بحر، هذن ثلاث شغلات اللي سممن الماي. ها احنا عندنا ماي بس المياه مسممه، ووصلت حالات التسمم الى الحد هذا اليوم الى 30 ألف حاله،
ووزيرة الصحة شو تقول؟ عندنا 7000 حالة تسمم وما بيها كوليرا. من يتحمل المسؤولية ما يدري للمحافظة والشهداء. اليوم احنا نحمل أول مسؤولية حيدر العبادي، ثاني مسؤولية نحمل المحافظة ومجلس محافظة. احنا شهدان اللي سقطوا بساحة عبد الكريم غاسم شهدانا عزيزين علينا، نعم احنا جاي نحمل مسؤولية ذولة. احنا لحد الآن سقطت عندنا 15 شهيد ومن غير الجرحى وكل شيء ماكو، يعني لا نفذونا مطلب ولا بينه أي شيء، يعني جاي يكذبون علينا وحبر على ورا. واحنا اللي مستمرين على اعتصاماتنا ومظاهراتنا، احنا كل شيء ما شفنا اليوم، يعني جاي يضحكون علينا ويكذبون علينا. واحد الاخبار كل ساعه تجيني، احنا احد الاخبار البارحه هذا نفسي جميل الشمري ما قايلينه، اللي هو اطلاق النار على المتظاهرين الناس المسالمين الثورين اللي مطالعين على الحق. احنا مطالبنا اليوم، مطالبنا مو بس ماي وكهرباء وفرص عمل وتشغيل، لا مطالبنا احنا تغيير جذري، تغيير حكومه، نريد حكومه شريفه، حكومه نزيهه، حكومه بعيده عن كل شيء، حكومه بعيده عن الطوائف، بعيده عن الاحزاب، حكومه شريفه، حكومه خدميه تخدمنا. واليوم نريد الحكومه اللي راح تشكل حكومه جديده الشهداء ذولا تطيم حقوقهم والجرحى اللي سقطوا. ناس احنا شنو مسالمين؟ احنا ليش يقولون علينا مندسين؟ لا احنا مظاهراتنا مستمرين، وقلت لك مثل ما قلت لك احنا حد الاعتصام اليوم يعني ما بين عندنا راي صدق، كلهم جاي يكذبون علينا يعني يا هل يطلع يقول اقضى على الفساد وما بينت عندنا فكره. احنا اليوم صدق من نواب البصره، يعني المحافظ والله ذاك اليوم شو صار عليه ضغط طلع طالب البصره، انت وين كنت هاي 3 اشهر؟ احنا معتصمين اعتصامات ومظاهرات، ما طلعت بالثلاث اشهر وقلت يا برد اتفاوض وياكم، ما مثل يا البصره انا الشعب البصره اتفاوض وياكم، ما جاي يدعمون من بغداد. انت تعاد اسمو حالك من حالنا، انزل انت مو احسن من عندنا ولا انت، لو ما احنا الشعب العراقي الابطال ولو لا شهدانا لا ظل العبادي ولا ظل اي واحد. احنا يجب على المحافظ يتفاوضوا ويانا ومجلس محافظه يتفاوضوا ويانا لان يلبون مطالبنا يوصلونها لبغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. كناشطين مدنيين ومعتصمين ومتظاهرين، نحن اجلنا التظاهرات لاستتباب الامن بها لان سقط الشهداء ودخلت فيها مندسين فعلقناها الى شعار اخر، ولكننا سوف نعود الى التظاهر ولكن تظاهرات سلميه حضاريه للمطالبه بحقوقنا وحقوق شهدائنا الذين سقطوا. وبالتالي احنا مستمرين من اجل احقاق الحق لمحافظه البصره، واحنا لن نطالب بالماء والكهرباء والخدمات هذه البسيطه، نطالب وانما مطالبنا جوهريه وهي تشكيل حكومه بصريه مستقله من قبل شعب البصره هو الذي ينتخبها وليس متحزبه حتى يكون لها قرار شجاع وتكون مخيره وليس مسيره، وبالتالي سوف نبني البصره. احنا كنا بالمتظاهرات كنا نتظاهر، تظاهراتنا كنا سلميه ونردد شعارات للمطالبه بحقوق البصره، ولكن بعض القوات استفزت الجماهير وتم رمينا بالرصاص الحي والغازات السامه التي اثرت على المتظاهرين وذهب ضحيتها 15 شهيدا من المتظاهرين السلميين طبعا. Come on.
عزيزي، هي المسألة مو مسألة كهرباء وماء، ويا كانت الكهرباء بها حياة الناس، إذا توقفت الكهرباء توقفت المصانع، توقفت المعامل، توقفت الزرع. المسألة مسألة وطن، الوطن انباع، الوطن انباق من أحزاب أتت بها التيارات الدولية، فسكنوا الخضراء وما الخضراء في لعنة الله عليهم، سرقوا أموال الشعب فجعلوا البلاد خراب على خراب برمات. يعني ماكو كذب، هاي مال الآن رئيس وزراء تكذب، رئيس الكتلة هو رئيس وزراء، تكذب المحافظ هو رئيس وزراء، يعني انتهى العلم، انتهى التقدم، انتهى الازدهار. بلد يعني الكفاءات كلها هاجرت يا أخي، الكفاءات كلها انتهت من هذا البلد، ما لهم رداد، ناس مستهترين معدومين الضمير، ضمائر ما عندهم، بل قردة وخنازير. شنو هم هذول؟ من المسؤول؟ ما تعرف منو البصرة؟ نعم، من المسؤول عن ما يجري في محافظة البصرة؟ شو تسوي الإدارة هاي المحلية؟ يعني عدة 35 عضو، 35 عضو، كم حلقة؟ هذا إلى الطابو، وهذا إلى البلدية، وهذا إلى القمارك، وهذا إلى المطار، وهذا كلها بجيوبهم. وهاي البصرة اللي هم اللي يحجون بيها، خبزة العراق وعاصمة الاقتصادية، كل كذب بكذب بكذب، ناس معدومين الضماير، لا دين عندهم، كذب. والسني لا يمثل السنة، والشيعي لا يمثل الشيعة، والكردي لا يمثل، هي كل من يمثل كتلته وأحزابه، لا ضماير عندهم ولا دين. ونعلة الله عليهم وعلى وجوهتهم الكليحة، ونعلة الله على كل من جابهم. بالنسبة نحن كجماهير بصرة نستمرون في تظاهراتنا السلمية، أعيد وأكرر السلمية وليس بعض الأمور. ثمياً زيارة حيدر العبادي البصرة لم ولن تثمر ولن تنفذ أي مطلب. نحن عندنا مطالب عدة، أولها بالبداية اللي خرجنا معها 20/6 تقريباً، اللي هي تشغيل اليد العاملة، توفير فرص عمل للعاطل عن عمل، وتوفير الماء والكهرباء. الآن أصبحت لنا مطالب أخرى اللي هي إقالة مجلس المحافظة بالكامل، ويكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الجمهور. اثنين، إقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري لأنه أجرم بحق الشعب البصري وأبناء البصرة. ثلاثة، البصرة الآن معدمة، وصلت حالات تسمم به البصرة أكثر من 70,000 حالة تسمم بسبب تلوث وملوحة المياه المبعوثة من مياه البزل الإيرانية الذي تنبعث من مفاعل النووية من دون أن تعالج الحكومة أو تفعل أي شيء بسيط. أنني كمواطن بصري وكطالب جامعي أن أرى في استمرار المضارب ولو على القليل سوف يلح من تبة مطالبنا على الحكومة المحلية، ونرجو من الشعب والشارع الوقوف معنا ومساندتنا لتحقيق مراتب ومطالبنا ورجاء حق الشهداء. فلا يجب علينا السكوت ونسيان هذا ونسيان الشهداء اللي ضحت من أجلنا. فكل قطرة ودم من الشهيد فهي ذمة وعاتق في رقبتنا. هل تحقق شيء من مطالب المتظاهرين؟ لم يتحقق شيء، ولكننا سنطالب بها. يوم البصرة انتبه، اللي فيدك حزب إيران، 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 يوم البصرة انتبه.
والله بالحقيقة الواقع يعني أي مطالب لحد الآن ما تنفذت، مجرد شغلات بسيطة، شغلة الماي، احنا ما طالعين على مود ماي، شغلتنا مو شغلة ماي، بس أريد أتداخل بشغلة هي أساسية، هي حل بسيط خذوه يا حكومتنا من مواطن بسيط عايش بهاي الدنيا. شغلتنا بالبصرة، احنا العراق عاش وايد تجارب، انتو جربتوا بينا هواي تجارب، نظام برلمان ونظام فدرال ونظام انظمة هواي، جربوا بالبصرة خلوها تصير نموذج جديد مقترح من عندي، اخذوه من عندي. البصرة خلوها خالية من الاحزاب، جربوها لمدة سنة او سنتين كمنطقة خالية من اي حزب، وخلي الشعب هو يحكمها، شباب، هذول الشباب عندنا واجه شباب مثقفة واصلين إلى مراحل دراسية، خلوها هي تحكم وجربوها لمدة سنة، ورا هاي السنة أنتوا تعالوا يا حكومة يا مرجعية يا مكتب يا حزب يا هذا، قيموا شنو اللي صار، شنو الإنجازات اللي صارت بالبصرة، وذيك الساعة نقدر نعمم إذا نجحت هاي التجربة نعمم على بقية المحافظات وأزمة العراق كلها تنحل. شو رأيكم زيارة العبادي للبصرة؟ والله زيارة العبادي زيارة استفزازية، جاي يستفز هاي الشباب الموجودة وهاي الدماء اللي والشهداء اللي راحت، فالعبادي إجا كأنه جاي يضحك علينا، يعني ما عنده أي حلول، هو لو صحيح عنده حلول كان شفناه متواجد بالشوارع وإنما قاعد بالشيراتون، إجا وقعد بالشيراتون أو بالفنادق الراقية، وأي شيء ما سواه لأهل البصرة مجرد جاي يضحك علينا. ان شاء الله يعني بهذا الوقت الناس ملتهيه، تعرف هو شهر محرم الحرام وهاي اول 10 ايام يصير بيها زخم مواكب، هاي ان شاء الله بعد العشره 10 محرم وبعد 13 محرم راح تعود المظاهرات الى اقوى مما كانت عليه. طبعا احنا اليوم انا مستمره ويا هاي المظاهرات ومتابعتها، هي مطالب مشروعه، واصلا متظاهرين البصره ابطال، متظاهرين البصره ضربه ومثل يعني للعالم كله عن اراده الشعوب شلون تغير، ما كان احد يتوقع انه اهل البصره ممكن يتمردون وممكن يطلع هذا الثوره والانتفاضه من عندهم، يعني كانوا يعتقدون بانه هاي الناس كلها منضمه تحت احزاب وانها كلها هذه يا اما حشد يا اما يعني فصائل مسلحه، لكن اليوم يعني ثبتوا للعالم انه الحشد اللي كان الشباب اللي كانت تقاتل بالحشد من اجل الانبار والموصل هي نفس الشباب الحشد اللي اليوم داخل ساحات التظاهر، فخلصوا حشد القتال واجوا حشد هنا من أجل المطالبة لمحاربة الفساد. طبعا يعني ما أعرف شنو أقول بصراحة، أنا من أشوف صور الشهداء روحي يعني أحسها تتمزق، أحس بالألم أنه نفقد شباب يعني مثل الورود، شباب المفروض يوم مستقبلهم أحلى مستقبل بهاي المدينة الغنية، لكن ينقتلون لأنهم طالبوا بحقهم، ومن قتلهم؟ هل قتلهم إسرائيل كما تقتل يدعون الفلسطينيين؟ من اللي قتل هذا الشاب؟ يعني هذا الشاب مع من، لما نريد نسأل أمام العالم كله مع من قاتل؟ كان من هو ضد مالته؟ لما تسأل هذا السؤال وتريد جوابه تنجرح، لأنه ضد مالته هو ابن بلده، هو حكومته، هو الجيش العسكري، الضابط العسكري اللي كان يقاتل وياه جنب إلى جنب في معركة بالموصل والأنبار، اليوم يوجه الرصاصة إليه ويقتله، يعني الشيء غريب عجيب متناقض، يعني أنا بصراحة شيء مذهل، يعني إش قد ما نفتخر بأولادنا، إش قد ما نخجل من فعلة الفعلة اللي سووها، إذا كانت هذه فعلا ميليشيات اللي قتلت الشباب أو كان هم بسلاح الجيش، فهو عار طب صراحة أحمله، يعني أنا كهنا ناشطة مدنية ومنظمة مجتمع مدني أحمله رئيس الوزراء وأحمله الجميل الشمري اللي هو قائد العمليات بالبصرة، لأنه هو المسؤول الأول، حتى لو كانت هذه ميليشيات يجب أن يكون لها رادع، والرادع هم، من يكون رادع لهذه الميليشيات؟ هي القوات الأمنية يجب أن تكون رادع لهم. نعم. كيف تقيمون زيارة العبادة للبصرة؟ هل كانت زيارة استفزازية للمنطقة؟ هي ما كانت استفزازية وإنما كانت حفاظ على ماء الوجه. العبادي بعد أن الثورة الهائلة والدماء اللي انطت بعد ما صحت هذه الدماء، كل الخاملين، كل اللي كانوا يعني مهملين للوضع بالبصرة بعد ما صحوا، كانت هنالك محاسبة للفاعل، محاسبة للي عمل الخطأ، فكان العبادي يعني بعد ما انتقد أمام العالم كله بأنه هو المخطئ، فكان يحاول أنه تصحيح الخطأ، وما أعتقد أنه راح يقدر يصحح خطأ، لأنه لحد الآن كعادته لم يأخذ خطوة جريئة، كعادته يخطو خطوات يعني مجرد حركات بدون فعل، ف
فنتمنى انه من اهل البصره انهم يستمرون على مطالبهم ومطالبهم ليس الماء فقط، البصره يجب ان تكون اجمل مدينه بالعالم وهذا يتحقق على يد ابنائها. شكرا لكم. عجل سرعة.